اي بي جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. وقبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا كلكم يا ابطال انتوا متحمسين جدا جدا جدا، وانا عارف ليه، لمسابقه ال 20,000 مشترك اللي انا قلت لكم عليها في فيديو اسالني وفي الفيديوهات اللي فاتت. ان شاء الله باذن الله هعملها في اقرب وقت. وبصراحه انا مش عارف اقول لكم ايه، لان احنا قربنا نوصل ل 21,000. براحه شويه انت وهو، براحه شويه ابطال. بصراحه التفاعل بتاعكم اسطوري والله، وانتوا فعلا يعني اسمع على مسمى ابطال الجيمنج بجد، يعني انا عرفت اللي ورا ظهري ابطال ابطال بجد يعني. فيلا بينا وندخل في الموضوع على طول. فيديو النهارده تحقيق، بس المره دي تحقيق عن شيء غريب. الموضوع بدا يبقى مش عارف يعني، بدا يبقى ممل بزياده، وناس كتير قوي قاعده بتطلع اسم هاكر جديد. الاقي واحد يقول لي ده في هاكر اسمه كذا، ولا واحد يقول لي ده في هاكر اسمه، اسامي غريبه. فقعدت ابحث وقعدت استكشف كده كام حاجه، لقيت ان في هاكر بجد جديد اسمه بون بون. اول ما شفت الاسم قلت ايه يا عم الضحك ده، ايه يا عم، قول لي بون 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 ايه يعني. استغربت قلت ايه اللي بون بون ده. دخلت وشفت وكتبت بون بون روبلوكس في اليوتيوب، واكتشف ان ده هاكر، او دي تقريبا ماب يا عم اي بي جيمنج. استنى علينا، ازاي ماب وانت لسه بتقول هاكر؟ ما استنى عليا شويه. طبعا انا عرفت الهاكر ده من الاجانب، يعني هم كاتبين يعني اللي دي هاكر جديد في روبلوكس. طبعا ده ناس اجانب هي اللي عامله الشخصيه دي، وكمان في ماب المخصصه للهاكر، انت متخيلين؟ اسمها بان بان ميتنج. انا قلت ايه ده، بان 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 بان، انا مش عارف انطقها والله، زهقت منها. بان بان ميتنج، انا قلت ايه ده، يعني تجمع، ما اعرفش بقى يعني ايه ده. طب ازاي يعني انا هلعب مع هاكر يعني ولا ايه؟ قلت والله فيها ايه يعني، ما نجي نلعب مع هاكر اما نشوف. طبعا يا ابطال لو انتوا فاكرين انا كنت عملت حساب تاني، والحساب ده كان مخصص بس للي انا اتفحص بيه واعمل بيه التحقيقات وادخل بيه المبات والعب مع الهاكر واحاول اتكلم معاه كمان بالانجليزي، بس لحد دلوقتي ما عملناش تقريبا اي حلقه عن الموضوع ده. بس في خلال الايام الجايه ان شاء الله ممكن ابقى اعمل لكم كام حلقه منه، ويعتبر ممكن تقولوا يعني اعتبروا دي الحلقه الثانيه، لان احنا بنستكشف هاكر جديد اسمه بان بان ميتنج، وهندخل نشوف الماب دي عامله ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين الايميل كان اسمه نوب جيمر، ويعني انا دلوقتي في بصوا في جايه لي شات هنا ورسائل وحاجات مش هدخل عليها، لان احنا النهارده فيديو النهارده نتكلم عن الهاكر ده بس. فتعالوا ندخل الماب. وطبعا قبل ما ندخل الماب معموله 10 يوم 10 7 شهر 7، وعليها اكتر من 280,000 واحد لعبها، ودلوقتي حالا بيلعبها 326. تمام. يلا بينا ندخل عليها بدون اي كلام كتير. ده يا ابطال احنا دلوقتي المفروض اللي احنا دخلنا الماب، المفروض ماب يعني دي ماب مرعبه، كل الناس قاعده بتتكلم مع بعضيها، وده يقول هاكرز باكون وجيت اوت وبان بان. انا مش فاهم بقى هو فين الهاكر، ولا ده هم ايه ده، بان بان معرفش ايه، كله كاتب بقى ايه ده، في حد مات، وانا طبعا داخل بايميلي يعني، ده واضح ايه ده، الموضوع غريب. استنى تعال نستكشف المكان الاول. هنا المفروض هنا كريسماس، وتقريبا ينفع ادخل هنا. ايه ده، مش اي حد يعرف، مش اي حد ينفع. استنوا ده باين عليها فيها اكواد، استنوا كده نجرب هنا الاكواد ممكن تنفع معانا اللي احنا كنا قلناها لكم قبل كده في فيديو. وبعدها نكتب فلاي. تقريبا كده ما ينفعش هنا. طبعا انا داخل بشخصيه الكنشنش ومتنكر يا ابطال. ايه ده، هنا في لعب، الموضوع غريب. تعالوا كده ندوس ستارت. ايه ده احنا بنلعب ولا ايه؟ ده دخلني في ماب تانية خالص. استنوا يا جدعان، هما ازاي؟ طيب ما هما دي الماب ايه، وانا بعمل ايه ده؟ طبعا يا ابطال انا طلعت ودخلت تاني على الماب، لان هو دخلني في مكان. ايه ده، انا الصراحه مقلق لحسن يكون هو ده اللي هيحصل، يعني ممكن يكون فينا المفروض اللي احنا نتجمع هنا يوم 21 ونقعد نلعب هنا ولا ايه. استنى لو دخلنا هنا، هو ايه ده، هو انا ايه ده، هو انا قعدت على ايه ده. هنا ابطال في باب على اليمين وباب على الشمال هناك. وهنا طب تعالوا كده نشوف الباب الاول اللي هنا ده. ايه ده، الموضوع غريب ومش فاهم حاجه، والناس كلها بتقول نفس الاسم بان بان. ايه ده، هو ايه ده يا ابطال، انا مش فاهم بصراحه، اكيد الحاجات دي وراها سر. طب
هنا ما عرفش ابديت ايه والماب يعني، يعني بص هنا ادمن وما عرفش ايه دونيشن دونيت اللي هو يعني تبرع، يعني تبرع وكده. ودي هنا مش عارف نطاطه دي ولا ايه، ماب غريبه يعني اللي هو يعني تجمع اسمها بان بان ميتنج. يعني ناس الاجانب، الناس الاجانب اليوتيوبرز الاجانب يعني اكتريتهم عملوا على الماب، يعني لعبوا الماب دي وقاعدين بيقولوا هاكر وبتنجان وبتاع. ايه يا عم انت وهو في ايه؟ انا صراحة قلت لازم ايه ده، هي دي باركور ولا انا هاكر ولا انا حاسس ان انا مستمتع في الماب. بس خلي بالنا واخدك، لان ممكن يكون هم الاول بيشدونا عشان العرب او كله يدخلها، وانا حتى ما دخلتهاش بالايميل الاصلي بتاعي لان انا خايف يحصل له حاجه زي ما حصل له قبل كده. بس زي ما انتم شايفين الماب باين عليها مسليه جدا، وانا ماشي والدنيا تحسها حلوه وكله بيلعب وبيهزر ومكتوب بان بان. وكمان هنا ايه ده، توي ستور توي، ايه ده، ايه اللي جاب توي هنا؟ المحل ده مشهور قوي، تويز ده مشهور قوي، تعال ندخله. موضوع غريب، انا فعلا ينفع ادخله؟ مفيش اي حد هنا خالص، باين عليها الماب دي تحت الانشاء يعني اللي هو لسه بيعملوها باين عليها. وهنا عربيه لامبورجيني، ما تقوليش ان احنا نقدر نسوقها. استنوا كده، لا اكيد في حاجه، استنوا ولا انا بس ينفع اقعد فيها؟ بس تقريبا ينفع اقعد فيها بس. انا كده مش بسوق. الماب غريبه يا ابطال، وانا بحاول اتكلم مع اي حد هنا بس المشكله بصوا الرسائل كلها بان بان معرفش ايه مور لايك بط بط، كلام غريب والله انا مش فاهم حاجه. كل الناس كاتبه باي بان 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 بيست، يعني احلى بان بان، ايه ده؟ طب ازاي؟ طيب وفي يوتيوبرز اجانب كاتبين اللي ده هاكر وده هاكر جديد وحاجات ونهار اب، ايه ده؟ ماشي ما علينا، احنا نقعد نلعب باركور ولا ايه في الفيديو ده؟ ايه الفيديو اللي مش هيعدي ده؟ انا صاحب اشوف اي حاجه، ايه ده؟ حاجات اطفال وكاندي تعال ندخل نشوف ايه ده. مش بقول لكم الماب فعلا تحت الانشاء اللي هو لسه اصلا بيطوروا فيها وبيعملوا فيها حاجات. هل الماب دي هتكون تجمع يوم 21 ديسمبر؟ بتوقع كده اللي هو يكون تجمع بالنسبة لليوتيوبرز اللي بره، يعني اللي هم الامريكان. ممكن مثلا فلامينجو واليوتيوبرز، انا صراحة ما اعرفش غير فلامينجو، بس انا في ناس طبعا كتير ويوتيوبرز كتير من بره، بس انا يعني قليل اول اللي بتابع يعني ناس يعني بره وكده يوتيوبرز امريكيين او كده. بس على حسب علمي، لان في كذا فيديو اتعمل من يومين وعلى الماب دي، فالماب دي ممكن تكون تجمع بجد اليوم 21 ديسمبر، وكل اليوتيوبرز يقعدوا هنا او مثلا يطلعوا فوق ويتكلموا او حاجه زي الحدث، وكون روبلوكس فعلا قصدها او قصده تعمل كده عشان تخلي كل الناس تيجي اليوم ده الماب. يعني المفروض اصلا الناس تخاف، بس هي تقصد اللي هي تعمل جدل وترند او حاجه زي كده. لو انتوا عندكم راي تاني اكتبوا لي تحت يا ابطال في الكومنتات. فبس كده يا ابطال، فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، واهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى، اوه اديله.